يجب على كل مسلم أولا تعبدا وثانيا تطببا أن يستعيذ بالله عز وجل من كلمة منقولة عن الرسول عليه السلام بالنقل الصحيح، أن يقول إما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وإما أن يقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء في ذلك اليوم. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن في سننهم من طريق أبان ابن عثمان ابن عفان. عثمان بن عفان معروف أشعل من نار على علم، أحد الخلفاء الراشدين، الخليفة الثالث، ابن أبان من ثقات التابعين وحفاظهم، كان في مجلس لما حدث بهذا الحديث، فنظر إليه أحد الجالسين نظرة لها معنى، فهم المحدث أبان. المحدث أبان مصاب بيده بالفالج، فالجالس الذي نظر تلك النظرة التي لها معنى خاص وفهمها أبان، قال له يا بني ذكر معنى ما يأتي، وهو إذا نزل القدر عمي البصر، أنا أنسيت أن أتعوذ هذا التعوذ في ذلك اليوم فأصبت بالفالج. ولذلك فينبغي على المسلم أن يجعل ديدنه وقاعدته التي لا يمكن أن تنسى إلا إذا نسي الطعام والشراب، وهو أحوج ما يكون إليه، هذا لا يمكن. وعلى هذا ينبغي أن يكون حريصا على مثل هذه التعاويذ، أما إذا وقعت الواقعة فليس لها من دون الله كاشفة.